هذه وحنا واقفين وقدنا ما حلوش معنا المشكلة ديال الاعتصام، احنا معتصمين. السلام ديال كاين الشركة دابا عندها شكون هي؟ عندنا تمدي. الشركة عندها عام عندنا تمدي. عندنا تمدي دابا. كاين المكينات مخوضة بالناس. واحد ما يجي يجلس معنا ويحاور معنا ما كاين حتى واحد. زعما الشركة. الشركة الأخرى تقدر شهر 10. شهر 10. هادو عندهم نهار 26 عندهم الاخر 26 يزيدوا معاهم اش غيديروا معاهم هاد الشركه حنا راه مخلصين هما راه غادي وين قالوا لكم حنا ما قالوا معنا والو هاد الناس يا سيروا ديروا اضراب ولا ديروا اللي بغيتوا الشركه هي الشركه حيت الشركه سيروا ديروا اضراب دولا حقك شحال انت معاهم انتم انا دابا 14 عام شنو الشركه هذه شركه شركه كلهم تسمع بنا مرصف هاد الشركه هذه اوزون هذه هذه شركه ديال اوزون هذه شركه اوزون هاد الناس ما بغاوش يخلصونا يعني بالنسبه للوقفات اللي درتو يعني شحال هذه تقريبا واحد شهرين دابا هادو كنا نديرو بلا شراكه كنا نتخلصو تخلصنا تخلصنا فيهم هذه دابا حنا عندنا الماديه دابا اللي ما تخلصناش والناس غادي خاصهم يتحاوروا معانا وخاصهم يجلسوا معانا ما كاينش شي واحد اللي عطاها لنا شي حاجه لا الحقوق ديالنا لا المجلس لا المجلس ولا كلشي خاصنا حتى شي واحد ما تواصل معانا عطينا حقنا ما كانش معانا ما تسولش فينا كاع ما عرفناش واش كاينين ولا ما كاينين ما عطاناش حق من حنا مهمشين ديما نفس الاسطوانه نفس ديما باقي الحقوق ديالنا جي عندنا وتواصل معانا الله يجازيه بخير تواصل معانا وسعدك العامل تواصل معانا مهمشين حنا راه يتواصلوا معانا هاد الناس راه ما طالبين شي حاجه طالبين الحقوق ديالنا الخلصه ديالنا الخلصه ديالنا هاد الناس طالبين الاجره ديالنا ولا ما داروش معنا حل راه حنا معتصمين راه عندنا برا راه عندنا كلشي اعتصام عندنا دابا على 10 حنا معتصمين هنا حنا ما داروش حقنا راه معتصمين هنا هاد الجماعة ديال السطح واحد ما باغي يتحملنا كاع واحد ما باغي يهضر معنا كاع بلا تفوت ولا حيح ولا تبرد حتى واحد ما كاين ما دوا معاك حتى واحد ما تيدوا معاك حتى تحط طيب حتى واحد ما تيدوا معاك دير واش كاين ولا ما كاين علاش ما فهمتش ها كاينش اعتبار ما كاين دابا مازال ما كاين هما النظافه اللي هما الضحيه هما ضحية عمار نظافة حنايا هما هذيك الحلقة الضعيفة ضحية من رجل الخلطة ديالو ضحية الناس راه كاينة دابا اللي باغي جايين عليهم من الكرا وياه كل واحد والحال اللي مطالع كي غايدير باش يخلص الكرا راني مخلص الشر وباش ياكل ياكل الخبز تقول لي انا ما مخلص تقول لك لا شوفار انت ما مخلص انت واحد راك مخلص اللي مشينا عندو سيدي مشينا عندو سيدي كيفاش كتدقوا كيفاش سيدي جو تقول لك سيدي كيسوق لينا انا مشينا عندو مدير ديال الشركة ديالو كيسوق لينا العدد ما كيسوق علاش شهر شهرين اللي كنسوا الناس كندقوا الباب الشركه اللي قالك شي نقطه واحد المناسبه الاولى والثانيه والثالثه كل شيء كيسوا لينا البيبان هاد الناس ما تهضرش معاك كنسوا الله يسر سيدنا مولا يحل لنا الباب ديالنا علاش هاد الناس ما عندوش شي عند السيد العميل تا هو خصنا علاش اش قالت لكم الشركه الشركه سيري سيري وديروا وقفه انا ما تنخافوا الجاج طالبين الحقوق ديالنا اللي مشينا عندهم والو ما كاينش حاجه غادي 25 وزير حسن مدينة الصاد مع شركة أوزون وهاد الناس بغا يديروا معنا حتى حاجة الناس درنا السيد الباشا ما خرجش عندنا الرئيس حتى واحد ما استقبلنا وجميع البيبان دزنا عندهم القيل مسدودين هاد الناس الله يهديهم علينا وحنا دوزنا معهم بزاف المراحل وهاد الناس ما كانش اللي بغا يتسوقنا الله يرحمني الوالدين الله يهديهم والسيد العامل تا هو بغينا نشوف بحالنا تا هو السيد العامل الله يرحمني الوالدين وكنشكروا سيدنا هاد الناس كاع ربي حقنا السيد الله ينصرهم هاد الناس هادو الله يهديهم علينا هاد الناس حنا كنضربوا معاهم تمره خزا ما يعرفوا حسابنا كاين اللي مسكين عنده كرا كاين اللي عنده مرض مزمن كاين اللي عنده كريدي الله يهديهم هاد الناس هادو الله يرحمني من الوالدين وهاد الناس خاصهم يجيو يديروا معنا حل والشركه الاخرى جات شفتوا الشركه طلبتوا منها كل شيء المدير قال لك سيروا وقفوا انا ما عندي ما ندير لكم هو اللي قال سيروا سيروا ديروا وقفه هاد الناس هادو وشكرا شحال دابا كتسالوا دابا تقريبا من شهر الشهر الاول والشهر الثاني هو غادي فيه نص هو فيه الشهر الاول دابا كامل والشهر الثاني هو غادي فيه دابا ما غاديش تخلصوا كاع ما بقى البيبان مسدودين حتى واحد ما عطانا راس خير اللي مشينا عنده وقسمنا وحقه هذه وتا حاجه ما كاينه الله يهديهم علينا هاد الناس هادو شنو هو المطالب ديالكم المطالب ديالنا الاجره ديالنا فقط صافي الاجره ما كنطلبوا حتى حاجه حنا مكسبات وكل شيء داكشي تبع الاجره ديالنا حنا صافي وشكرا Yeah.
جينا حبينا نقول المنازله.